موقع أنا السلفي. سنة الله عز وجل أنه لا يمكن أن يكون شخص يدعي على الله الكذب، يدعي أنه أوحي إليه ولم يوحي إليه، فهذا أظلم الناس ولا أظلم منه. فمن ادعى على الله الكذب أو ادعى النبوة لا يمكن أبدا أن يمكن الله له، بالعكس لابد أن ينتهي بالخزي والخسران. ورأينا نماذج كثيرة جدا من مدعي النبوة كغلام أحمد القدياني ومسيلمة الكذاب ونحوهم من الكذابين، كيف انقرضت دعوته ولم يبقى لهم ذكر إلا باللعن على ما افتروا على الله الكذب. فلا يستحيل من حيث الواقع ومن حيث العقل ومن حيث النقل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افترى على الله وادعى النبوة بغير حق، ثم هو ينتقل من نصر إلى نصر ومن عز إلى عز ومن تمكين إلى تمكين حتى طبقت دعوته، تجاوزت الحدود والجغرافيا، يعني من حيث الزمن ومن حيث المكان انتشر الإسلام هذا انتشار، وهو في هذا العز وهذا الانتشار رغم ضعف المسلمين الآن، ويكون هذا دينا باطل، لابد أن يكون دينا حق، لأن سنن الله سبحانه وتعالى حتى في نظرية داروين من ضمن القواعد بتاعت داروين بيقول إيه؟ البقاء للأصلح، فبيطبقوها حتى في سنن البيولوجيا العادية. فهذا فبما أن الإسلام بقي وسيبقى إذن فهو الأصلح لا شك في ضوء هذه يعني القواعد. هي مشكلة خصوم الإسلام إيه؟ هم لاحظوا هذا الأمر هذا، وبعدين بالذات المعجزة العجيبة جدا في انتشار الإسلام خلال نصف قرن، في خلال نصف قرن 50 سنة من حدود الصين والهند قامت الدولة إلى حدود إلى المحيط الأطلسي في الغرب، في حوالي 50 سنة أو أقل من 50 سنة امتدت هذه الدولة على يد الأعراب الأجلاف الحفاة العراة الذين كان لا يحسب لهم أي حساب في ميزان الأمم. فإذا بهذا الدين يبعث هذه الأمة من مواتها وتهزم أقوى إمبراطوريتين في ذلك الوقت الفرس والروم، وتقيم هذه الدولة التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا على الإطلاق. فهم طبعا هذا شيء محير، شيء محير جدا. ما الذي ما السر في هذا الانتشار السريع؟ فهو شيء فوق مستوى عقول البشر أن يصدقوه، عملية إحلال وإبدال، يعني إبادة كاملة لنظام الجاهلية والعقائد الجاهلية والعقائد الكفر في أفاق الأرض، ثم إحلالها بسماحة الإسلام وتوحيده وشريعته ونظامه ونحو ذلك. فهم احتاروا فذهبوا، يعني بعض المستشرقين كما سنرى قالوا التعليل الحقيقي لهذا أنه دين حق، ما فيش أي تفسير ثاني لمثل هذا الانتشار للإسلام إلا أنه مؤيد بالقوة الإلهية، أن الله يؤيد هذا الدين وأهله وينصرهم كما وعد في القرآن الكريم. لكن هناك أناس من الحسد أو الجهل أو العناد أو كل ما شئت لم يستوعبوا ولم يطيقوا أن يستوعبوا، فراح يبحثون عن أسباب في غاية الضعف والوهن. حتى نرى من المستشرقين وأذنبهم أحيانا ما يضحك الثكلة، تسمع كلام في تفسير ظواهر معينة، مثلا لما يتكلموا على الرسول عليه السلام لما كان يذهب يتحنث ويتعبد في غار حراء، يقولوا هذا كان هروبا من حر مكة، الدنيا حر في مكة، فكان بيطلع عشان يعني الجو لطيف في الغار فوق. مثلا ان السر ايه؟ السر من الإسلام كان يقهر الناس في اعتناقه بالسيف، اما ان يسلم واما ان يقتل، فهذا هو السر في الانتشار، يعني هي محاولة لتفسير هذه الظاهرة المعجزة. فبعضهم جنح إلى أن ذلك هو التفسير المنطقي، أن هؤلاء العرب كانوا يجبرون الناس على الدخول في الدين، فذلك انتشر هذا الإسلام بهذه القوة وبهذه السرعة. بعضهم يقول أن العرب كانوا حصل تغيرات مناخية في الجزيرة العربية أدت إلى نوع من القحط والفقر وكذا، ففزعوا إلى بلاد الشام ومصر وهذه البلاد كلها كي يعني ايه يهربوا من الحر من ناحية ويعالجوا الأزمة الاقتصادية بتاعتهم ويروحوا ينهبوا خيرات هذه الناس، خاصة وأن شريعتهم أحلت لهم الغنائم وهكذا. تعليل وراء تعليل كله يعكس العجز عن استيعاب هذه المعجزة، وهي إحياء أمة من مواتها ثم بناء هذه الإمبراطورية
العادلة الخيرة التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا ولا نظيرا.